المزيد ينضم إلينا الآن السيد خالد أبو سمرة الطبيب بمجمع الشفاء الطبي، لتحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الاعتقال، متى تم وكيف وبأية أسباب أيضا. صباح الخير سيد العزيز لك ولكل المشاهدين. أحدثكم الآن أنا من مجمع أو من مستشفى الأوروبي الواقع بين خان يونس ورفح، بعد أن تم إخلاؤنا قسريا. نحن الطواقم الطبية التي تبقت إلى آخر أيام، وتم إجبارنا قسريا تحت التهديد إلى إخلاء مستشفى الشفاء الطبي. كنا نحن كطواقم طبية 7 أطباء وبعض الممرضين وأكثر من 260 مريض، وتم حصارنا حصارا مطبقا من قبل جيش الاحتلال، بحيث أن هناك لم يكن، وأنتم تعلمون أن هناك لم يكن هناك لا ماء ولا كهرباء ولا أي مقومات للحياة. وبعد أن تم إطباق الحصار علينا ونبش جثامين الشهداء لبعض الشهداء الذين تم دفنهم في حديقة المستشفى، يعني تم إخلاؤنا قسريا 10 إسعافا وبصين فقط لأكثر من 260 مريض، بحيث أن هناك تبقى بعض المصابين إلى حتى الآن، وبعض الطواقم الطبية تبقت في مجمع الشفاء الطبي. بعد أن تم إخلاؤنا قسريا ووقفنا على حاجز سريم، وهي المنطقة التي تسبق الجسر أو الجسر الوادي، تم معاملتنا في طواقم طبية وتمرضى بإهانة شديدة جدا، ولم يكن هناك أي احترام لأي قوانين أو لأي طواقم طبية. وبعد أن أخلينا تم إعلامنا بأنه تم اعتقال الدكتور محمد الشدمية مدير مجمع الشفاء الطبي، وعدد من سائقين الإسعاف وعدد من المصابين وعدد من النازحين، يعني لا يمكن أن نحصرهم صراحة. يعني لا حصر لأعداد المعتقلين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال، يتعلق الأمر فقط بسيد محمد أبو سلمية، أيضا عدد آخر من الكوادر الطبية. نعم نعم نعم، تم اعتقال سيد دكتور محمد أبو سلمية، يعني أمام أعيننا. هذا ناهيك عن يعني إخراج جميع، يعني كنا عبارة التقينا على الحاجز بساطنا يعني وإسعافاتنا مع البساط التي أتت من مستشفى الأندونيسي، ولك أن تتخيل أن يتم تفتيش باص وإنزال كافة النازحين، وأغلب النازحين والمرضى الذين كانوا يعانون من كسور تم إجبارهم على افتراش الأرض، يعني بعض المرضى تم إجبارهم على افتراش الأرض وهم لا يقدرون على الحراك تحت تهديد السلاح والمنظر. يعني هيك يعني عن تفاصيل كثيرة جدا جدا عانينا منها، يعني في النزوح الإجباري أو النزوح القسري اللي تم قبل قوات الاحتلال، يعني في خلال مسيرنا من مجمع الشفاء الطبي إلى حاجز سريم، كانت يعني عبارة عن مدينة أشباح، مدينة من البنك غزة، بعد أن كانت مدينة النور عولها الاحتلال إلى مدينة النظام، فكانت جثامين شهداء ملقاة على الأرض على اليمين وعلى الشمال على طول فترة المسير في شارع الوحدة المقابل لمجمع الشفاء الطبي. للأسف الشديد يعني مدينة من الموت، يعني سيد عزيز مدينة من الأشباح حولها جيش الاحتلال. قلت أثناء المسير يعني الجرحى والمصابين الجميع أجبروا على المشي، حتى من لا يقدر على المشي وهو مصاب أو مريض أجبر على المشي بعد إرغامكم على مغادرة مجمع الشفاء. نعم نعم نعم، للأسف الشديد يعني أنا من خلال شاشتكم الكريمة، يعني نحن خرجنا أحياء بمعجزة من مجمع الشفاء الطبي. أرجوكم يعني أن تسمحوا لي يعني ببعض من الوقت. تفضل يعني طبعا. أريد أن أوجز الأمر يعني بقليل من الوقت. بعد أن تم إطباق الحصار علينا، تم إطباق حصار مشدد على مجمع الشفاء الطبي، وكانت هناك لا توجد أي موارد طبية، حيث انهارت المنظومة بشكل كامل متكامل، ولم يكن هناك أي إمداد لأي شيء غير ببعض من الطعام كان يكونهم على بوابة مجمع الشفاء الطبي. الوضع كان كارثي من ناحية أن الجروح كانت متعفنة لأغلب المرضى، ولم يكن هناك موارد طبية، لدرجة أننا كأطباء اضطرينا إلى استعمال السكر وخلطه مع مادة الخل. لك أن تتخيل أن مخلط السكر
على الخل وإبقائه على الجروح. يعني هذا ما كنا نملكه في مجمع الشفاء الطبي. يعني تعاملنا مع الأمور ببدائية أو بأمور بدائية جدا لكي ننقذ ما تبقى. يعني كان الأمر عبارة عن إنقاذ حياة فقط لا أكثر. تم اغتيالنا أكثر من مرة للتحقيق من قبل جيش الاحتلال. تم استعمالنا كطواقم طبية جميعا كدروع بشرية بحيث يعني كان يعمل عملية تمشيط لأغلب الغرف الموجودة داخل المجمع وهي كثيرة جدا. كان يجبرنا على أن ندخل قبل الجيش كدروع بشرية. يعني إهانة ما بعدها إهانة للطواقم الطبية. كانوا يستدون أكثر من مرة لأسئلة تافهة يعني لا تمثل الحقيقة بأي صلة. ونحن طلبناهم وقلنا لجيش الاحتلال بأن هذه مجمع طبي ونحن طواقم طبية بالأول وبالأخير. نحن أصحاب الرسالة الإنسانية ولم يهتموا لأي قول من هذه الأقوال. أريد أن أناشد يعني من خلال شاشتكم الكريمة ناشدنا مرات عديدة وقلنا كم فاتورة الدم التي يجب أن ندفعها كفلسطينيين حتى يتوقف يعني مجزرة الدم التي تحدث أو الهولوكوست الثاني الذي يحدث في قطاع غزة. سيد أبو سمرة، عندما غادرتم المستشفى مجمع الشفاء ماذا كان هناك؟ هل تركتم عدد من الجرحى والمصابين مثلا؟ هل تم إجلاء أو إخراج كافة المقيمين في المجمع؟ لو تحدثنا عن الصورة والوضع الذي تركت فيه مجمع الشفاء عند المغادرة. يعني المجمع يعني كان بصورة كارثية جدا. تم إجبارنا كما علمتم من قبل على يعني تم إجبارنا على حصر كل كافة المرضى في مبنى واحد لإخلاء كافة المرضى. طلبنا الصليب الأحمر يعني طلبناهم بإسعافات يعني عقلانيا 260 مريض نصفهم لا يتحرك نصف على أسرة أقل شيء. نحن يعني يلزمنا أكثر من 60 إلى 70 إسعاف. أحضروا لنا 14 إسعافا فقط وهذا يعني استهتار بالأرواح البشرية. وقلنا لهم كيف يمكن أن ننقل أكثر من 260 مريض ب 14 إسعاف؟ هذا خارج عن العقلانية وخارج عن المنطق. كان ردهم لأنه يمكن أن يعني تضعوا أكثر من 4 إلى 5 مصابين في إسعاف واحد ومن يقدر على الحراك حتى لو كان به كسور دعوه يمشي ومن لم يعجبه يعني الخروج فنخرجه تحت تهديد السلاح. هناك بعض المرضى رفضوا الخروج كليا وأجبروهم على الخروج تحت التهديد. يعني الوضع كان كارثيا جدا جدا. يعني كل كلمة كارثي لا تفي صراحة لأن لا هنا لم يكن هناك صورة لنقل الحقيقة إلى جميع العالم. لكن ما أريد أن أنوه إليه أخي الكريم أننا يعني في طريق خروجنا تم احتجازنا لمدة أكثر من 6 إلى 7 ساعات على حاجز سليم. وهم يعلمون أن أغلب المتواجدين هم مرضى من الفشل الكلوي ومرضى من النساء والأطفال وغير قادرين على الاحتمال والصبر لمدة يزيد عن ساعة واحدة ولم يكترثوا لهذه الطلبات نهائيا. وكان ردهم بأن يجب هنا تفتيش كافة الباصات مع العلم أن تم تفتيشنا جميعا في مجمع الشفاء الطبي قبل التحرك وتم اقتيادنا تحت يعني قيادة الصليب الأحمر والمنظمات الأمم المتحدة ولم يكترثوا لهذا الشيء وقاموا بإعادة تفتيشنا جميعا وتفتيش الأطفال قبل النساء قبل الرجال. يعني في الكريم قلت في بداية حديثك دكتور أن الاحتلال وجنود الاحتلال قاموا بنبش أو بالاعتداء على جثامين الشهداء. نعم سيد العزيز، هناك كان يعني في بداية الحصار على مجمع الشفاء الطبي من بداية الحملة البرية التي خشنها هو جيش الاحتلال تم عمل حصار مطبق بحيث أن طالب يعني لم يكن هناك متسع لدفن جثامين الشهداء أو الخروج من مجمع الشفاء الطبي. فكان على بوابة استقبال الشفاء أكثر من 200 جثمان. بعض الجثامين تعفنت وخرجت منها
الديدان، وبعد أن سمح لنا جيش الاحتلال بدفنهم قمنا بدفن في حديقة المستشفى، حديقة المستشفى التي كانت يزرع بها الورود، فأصبحنا يعني نواري جثامين الشهداء بها لعدم قدرتنا على دفنهم في المقابر أو عمل. فعملنا مقبرة جماعية داخل حديقة المستشفى لأكثر من 50 شهيد، والباقي تم اقتيادهم إلى منطقة غير معروفة من جيش الاحتلال. لكن في قبل أيام قليلة يعني نبشوا جثامين الشهداء ونبشوا المقبرة التي قمنا بحفرها. يعني نحن أطباء مع نازحين من قمنا بحفر هذه المقبرة، قاموا بنبش الجثامين الشهداء والتأكل، يعني شيء كان كارثي جدا ويعني قهر للقلوب بكل معنى الكلمة عندما قاموا أمام عيوننا بنبش الجثامين الشهداء. وانت تعلم فرمانية هذا الشيء، نحن كمسلمين وكإنسانية أن تنبش الجثامين الشهداء أمام الأعين وأمام أهل، ولا اكتراث لإنسانية ولا اكتراث لأي معايير دولية ولا أي اكتراث لأي إطلاق. هذا العدو للأسف الشديد يعني في تعامله معنا كطواقم متنازحين كان بعيدا كل البعد عن الإنسانية وعن الأخلاقية وعن أي معايير قد تخص الحروب. سيد خالد، أنت الآن متواجد كما قلت في المستشفى الأوروبي، أختم معك بالوضع هناك في هذا المستشفى، قدرته على استقبال الجرحى، كيف هو الوضع أيضا هناك في هذا المستشفى؟ والله سيدي العزيز الوضع داخل مجمع يعني مستشفى الأوروبي، قابلونا بحفاوة ورحب نحن كطواقم طبية، ويحاولون هم يعني أنا أقدر كل الجهود التي تحاولها الإدارة والأطباء في مستشفى الأوروبي، بحيث أن عدد المرضى الذين تواصلوا إلى مستشفى الأوروبي هم بالعشرات والكاد، وهي بالأصل مرتبطة بالمستشفى الأوروبي، وهم الآن يعني في صدد عمل مستشفيات ميدانية بأسرة أكثر. يعني هم نحل تعمل، ويعني أنا أقدر كل الجهود التي تعمل زملائنا من أطباء وعمال طواقم طبية في مستشفى الأوروبي، عسى أن يعني يكون متسع للمرضى الذين أتوا من مجمع الشفاء من مستشفى الأندلسي. سيد خالد أبو سمرة الطبيب، كنت معنا، كنت في مجمع شفاء وتتواجد الآن في المستشفى الأوروبي، أشكرك جزيل الشكر. إذن